في 8 فرق تأهلت إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، شهد تفوق عربي بتأهل 5 فرق عربية من أصل 8. كانت أبرز المفاجآت خروج طبعا نادي الزمالك وخروج كمان المازيمبي الكونغولي. خلينا نتعرف على مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أسدل الستار على دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباريات المجموعة 6 والأخيرة، وشهد أمس 4 مباريات في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، نجح فيها الزمالك في الفوز على تونجيت السنغالية 4-0، بينما تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما. النتيجتان قادتا مولودية الجزائر للتأهل للدوري ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة أمام الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما حسم الترجي الصدارة ب11 نقطة. الوداد نجح هو الآخر في الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولية بنتيجة 2-2، فيما تعادل حورية كوناكري الغينية مع ضيفي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2 منهما. وبتلك النتائج حسم الوداد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، فيما صاحبه كايزر تشيفز الذي حسم المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن نظيره الغيني. ومن المقرر أن تقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري في القاهرة.